حنا كي كنت في لغوات كنت نحكي مع الحاجه سعيده، قالت لك يعيطوا لك روحي عندي. جيت عندها راني قاعده عندها، كثر خيرهم هي والحاج. الحمد لله يا ربي، شكرهم بزاف يعطيهم الصحه اللي راهم متكفلين بالمرضى، فرحوا المرضى. بالك يديروا المحوايج خير من الاهل تاعهم. نسيت المرض تاعي، نسيت لاشيمي، كيف كنت ندير في لاشيمي، كيف كنت نعاني. في مبادرة تطوعية بادر إلى تجسيدها الهادي وزوجته القاطنان بوادي سوف، اللذين سخرا حياتهما خدمة لمصابين بداء السرطان بتهيئة الظروف اللازمة لعلاج المرضى من نقل وإطعام وإيواء وتسهيل للإجراءات الإدارية. بادر بارك الله فيهم وإن شاء الله ربي يجازيهم وبينا عملوا معاملة طيبة ما خصنا حتى شيء. أنا أول ما خمنت بها كي رحت الورق لدرت العلاج هذا ويني راديو ثيرابي استجعت باش ندير الخبره هذه. وين انا وزوجي بدينا الخدمه هذه ويني نبدوها من الصبح للعشي، نخدم كل مريض لاني حاسه به لاني كنت مريضه والله لك الحمد يا ربي وهو عاوني. رانا في خدمه المريض من انحاء الجزائر كلها. الفكرة جسدها بعد إصابة الزوجة بهذا الداء أين كان يقوم بنقلها لتلقي العلاج بإحدى الولايات المجاورة، فقررا تخصيص وقتهما خدمة لمرضى متوافدين على مركز مكافحة السرطان بالوادي. سعيدة زاولت علاجها في ولاية ويرقلا وحست الألام وحست العناء اللي يقوم به المريض خارج الولاية. نشكرهم بهالمناسبة من بينهم الحاج وآخرين راهم متطوعين، احنا هذا يدعمنا أصلا لأن الجانب تاع التكفل تاع مرضى السرطان ماهوش التكفل العلاجي فقط ولا النفسي. الفكرة هذه حبينا كما يقول بالعربي نطلق الدنيا ونرجع إلى أعمال خيرية. عندي تقاعد وقلت وقتي نحطه للمرضى فاعل خير متطوع، لا نريد منكم زجاء ولا شكون كما يقول ربي سبحانه. البادرة الخيرية خففت ثقل حمل مرضى من مختلف الولايات يقصدون المركز للتداوي والعلاج على أمل تعميمها لمساعدة هؤلاء.